جمعي قشور ديال البيض واجي نقول لك اشنو ديري بهم. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في القناة، كنتمنى تكونوا بخير إن شاء الله. اليوم فيديو متنوع مليء بالحيل والتدابير المطبخية، كنتمنى إن شاء الله ينال الإعجاب ديالكم. فإذا كنتوا أول مرة كتشاهدوا القناة كنقول لكم مرحبا وألف مرحبا، وإذا كنتوا متتبعين ومتتبعات أوفياء كنتمنى إن شاء الله ما تبخلوش عليا باللايك ديالكم، ويلا نبداو على بركة الله. نشارك معكم واحد الصلصة ديال الشوكولا كتجي رائعة جدا. كنحتاجو ليها نفس القياس ديال كاس العنبة ديال نيدو أو حليب غبرة، نص كاس ديال بودرة السكر أو السكر ثقيل، ونص كاس ديال بودرة الكاكاو، وكذلك نص كاس ديال الزيت، ممكن تعوضوه بالزبدة مذوبة اللي متوفر عندكم، واحد القبيصة صغيرة ديال الملحة، ونص كاس ديال الماء دافي. وكنطحنوا الكل في الخلاط الكهربائي، كتخرج لكم واحد لاصوص شوكولا رائعه متعدده الاستخدامات، ممكن تستعملوها كشوكولاته ديال الدهن كما شفتوا. الا بغيتوا تجيكم صلصة اللي هي خفيفه اكثر من هكا، فممكن تزيدوها الماء يكون سخون وكتعاودوا تطلقوها بحال هذا الشكل هذا، فكتحصلوا على واحد لاصوص زوينه هكا، تغلفوا بها لي كيك، زينوا بها لي كريب لي بانكيك اللي بغيتوا، اولا ممكن تخليوها لدهن الخبز، كتجي رائعه الصراحه. واللي مميز فيها انها ما كتخسرش بسرعه، يعني ممكن تدوز لكم حتى شهر في الثلاجه وما كيوقع لها والو، وقد ما بقات في الثلاجه كتجي كتزيد يعني كتبنان وكيزيد القوام ديالها كيجي عاقد، فصراحه رائعه وكتقام اقتصاديه كما شفتوا، وحسن من اللي كتباع على برا بطبيعه الحال. غادي ندوزو للتدبيره المواليه. فهنايا عندي الكاوكاو اللي حمرته في القلايه الهوائيه باش ان شاء الله نشارك معكم واحد التدبيره اللي كتنفعني بزاف. فهاد الكاوكاو هذا بعض المرات كنحتاجو اننا نحصلو على كاوكاو كونكاسي، فإلا طحناه في الطاحونه العادي يعني ديال العطريه كيتطحن، يا اما كيتطحن كله يا اما كيتطحن النص ديالو، والنص ديالو كيجي يعني مهرمش. فإلا عندكم هاد المطحنه هادي ديال الطماطم فاستغلوها في هاد الاستعمال هذا، لانها فعلا كتعطي واحد النتيجه رائعه، كتحصلو على واحد الكاوكاو اللي هو مهرمش بطريقه متساويه، على عكس الا طحن زعما بلا اشواغ اولا بالطاحونه ديال العطريه، فكيجي يا اما مطحون بزاف يا اما فيه نص مطحون ونص كيبقى صحيح. كنتمنى تكونوا فهمتوا اشنو كنقصد. التدبيره كذلك تقدر تنفع يعني الاخوات اللي ما عندهمش الطاحونه اولا ما عندهمش اله كهربائيه، فممكن انهم يحصلوا على كاوكاو كونكاسي اولا اللوز كونكاسي غير بهذا المطحن هذه كما كتشوفوا، ممكن تطحنوه غلط من هكا، استعملوا فقط الشبيكه الاخرى. تدبيره مفيده بزاف. كنحتاجوا القشور ديال البيض، وقت ما صوبتوا اومليت اولا سلقتوا البيض خذوا القشور وغسلوهم بالماء والخل باش ما تبقاش فيهم الزفره ديال البيض، راكم عارفين هذيك الريحه، وخليهم هكا حتى ينشفوا، غير يضربهم الهواء ونشفوا، وغتشوفوا معايا الاستعمال اللي غادي نشارك معكم. اكثر حاجه تكرفصات في هذا رمضان هي الاشواغ، راكم عارفين الاشواغ كتنفع بزاف، وخصوصا مع التقراد مع الحشوات، مهم شي حاجه اللي مهمه وضروريه، فخصوصا الا كنتو كطحنوا فيها البصله بزاف كيبداو كيحفوا ليها هاد المماسد، وانا واخا مازال زعما باقي كنستعملها كتعطيني النتيجه زوينه، يعني كتقراد ليا مزيان، ولكن قلت نشارك معكم هاد التدبيره بالنسبه للناس اللي عندهم هذا المشكل، يعني الاشواغ حفات وما بقاتش كتقرض ليهم مزيان، خصوصا البصله كتحفي الماس، فكتاخذوا هذاك القشره ديال البيض اللي كنتو جمعتهم، الافضل تكون كميه اكثر من هذه، صافي غادي تطحنوها في الاشواغ ديالكم صافي، وكطحنوا عادي. هذاك القشور راه كيتكردو وكيتطحنوا، والماس راهم كيرجعوا يمضوا وكيرجعوا كانهم جداد، يعني هاد التدبير هادي الا لقيتو مشكل مع الماس بداو كيحفوا عليكم بهاد التدبيره رائعه جدا جدا صراحه. وغادي ناخذ حتى الماس الاخر اللي فيه جوج ديال الشفرات، حتى هو غادي نشحدوه اولا غنمضيوه بهاد القشور هادو. صافي
الماس ديالنا ها هما مضاو. بالنسبه لهذه القشره ديال البيض اللي طحناها حتى هي ما ضاش، الا عندكم الغرس محي بقات في الجرده اولا في البالكون استعملوا لهم هاد القشور. هادو راه غنيين بزاف بالكالسيوم، يعني كيستافدوا منهم النباتات بواحد الشكل رائع. خذوهم وديروهم هكا فوق التربه سقيو، راه فيهم يعني كيستافدوا منهم النباتات بلا ما تشريو الاسمده. استعملوا غير القشره ديال البيض راه خطيره. وحتى واحد الفكره اخرى، الا سلقتوا البطاطا اولا سلقتوا البيض، هذاك الماء ديال السليق احتفظوا به، وهو اللي تسقيو به النباتات ديالكم، راه كيكون غني بالكالسيوم وحتى بالفوسفور. وغادي ندوز نشارك معكم الطريقه ديال التنظيف العميق للغساله ديال الاواني. ضروري من هذا التنظيف العميق ديروه مره مره الغساله، حيت الا مهملتوها يعني ما درتوش لي هذا الروتين هذا، راه ما كتبقاش تغسل المعان وكتخرجهم لكم فيهم طبعين وفيهم بزاف المشاكل. مهم، اول حاجه غندير ليها التنظيف هذا، ومن بعد غادي نزيد نعطيكم نصائح وحده اخرى. وبالنسبه للاخوات اللي باقي ما خداوش الغساله ومتردين انهم ياخدوها، فانا من هذا المنبر كنقول لكم غير استثمروا فيها، راه شي حاجه كتنفع بزاف وكتهناو من داك الجبل ديال المعن. المعن راه ما كيسالوش الصراحه، والله الا كيهدوا. فخذوا لكم غساله ديال الاواني، الله يسهل على كل اخت تاخذها حيت غادي تنفعها بزاف. المهم هنايا عندي البيكربونات ديال الصودا، غادي نرشها مزيان مزيان، نرشها في الباب في كل بلاصه. غادي نستعمل الخل باش هذيك البيكربونات كتفاعل، الا ما درتوش الخل راه بحال قلت لك ديك البيكربونات ما كدير حتى شي ضوء. غندير هكا الخل صافي، وغادي ندوز باش نخدمها، ما كنديرش فيها نهائيا الصابونه. غادي نشعلها. وبالنسبه للبروغرام اللي كندير ليها عاده بالنسبه لهذا التنظيف العميق، اللي هو ديال 30 دقيقه صافي، وغادي نخدمها صافي. الغساله هي سالت ديك الدوره ديال التعقيم اللي كنت درت ليها. كما كتشوفوا كيتغسلوا الشباك، حتى الا كانت شي حاجه هنايا عالقه، راكم عارفين البقايا ديال الاكل كتبقى عالقه شي بلايص بحال هكا. دابا المرحله الثانيه هي انني غادي ننظف ليها هذا الفلتر هذا. كما كتشوفوا هنايا راه كيبقى واخا كتنظفوا حتى كتعياو، فهذوك اللي كان شي بحال هكا شي ستيكر على شي قرعه ولا شي حاجه كلشي كيتحيد وكيبقى هنايا. صافي هنايا كنحيد هذا الفلتر هذا، وانتم تشوفوا الاوساخ اللي كيفاش دايرين. وهاد الشبكه هذه غادي ننظفهم حتى هما مزيان، شتو كيكونوا البقايا ديال الاكل هنايا. من بعد ما نطويتو مزيان هاد البليصات هادو كنعاود نركبو، ضروري ما يكون يعني تنطوي مزيان صافي كنركب. وهكا كيتحيدو من هاد الروائح وكترجع تعطيكم النتيجه اللي هي مزوينه بزاف.